فيسيولوجي اوف نيرف اند ماسل. زي ما احنا متعودين يا جماعه ببدا بحاجه اسمها انترودكتوري كيس، حاله من خلالها ادخل للموضوع. الانترودكتوري كيس بتقول ايه؟ ركزوا، دايما بقول الصوره بألف كلمه. ابص على الطفل اللي ماشي ده عباره عن ايه؟ شايل شنطه على ظهره اهي وماشي متثاقل تعبان خالص، واضح انه تعب. وماشي رايح لفين؟ رايح المدرسه ولا رايح الجيش؟ رايح المدرسه، صح؟ الحاله بتقول ايه يا جماعه؟ اسمعوا. A 14 year old boy، واحد ولد عنده 14 سنه. لا ما ينفعش كده يا جماعه. لما اقول خلاص نبدا مش عايز اسمع صوت. اللي عايز يتكلم يتفضل بره. خلاص؟ مجرد ان انا بدات اشرح مش عايز اسمع صوت. اللي المعها بتتكلم اقول لها قومي اقفي اشرحي اللي انا بقوله. معنى انك بتتكلمي يعني انت عارفه المعلومه ومش محتاجه شرح، يبقى انت تشرحيها عنا نستفيد منك. بدل ما انا امدح في صوتي هقعد زيكم كده واسمع لشرحها. وضحت الصوره يا جماعه؟ تاني. A 14 year old boy، ولد عنده 14 سنة. Went to school in the nearby village on foot، يعني بيروح لمدرسة بجوار قريته، يعني هو من محسن مثلا وليكن بيروح بقادوس أو يروح لإيه؟ لدماس أو لحاجة سيرا على الأقدام. طيب بدأ يعاني من إيه وهو ماشي بعد مسافة كده؟ من مصل ايك اند فاتيج. مصل يعني عضله، ايك يعني الم، فاتيج يعني ارهاق. واضح من الكلام ان انا عايز اتكلم او هتطرق لحاجتين مهمين قوي، يعني ايه مصل ويعني ايه فاتيج، يعني ايه العضله تعبت، يعني ايه مصل فاتيج. ما تقوليش يعني ما اقول لك يعني ايه مصل فاتيج مش تقولي لي يعني العضله ارهقت، لا انا عايزين لها ديفينيشن وعايزين لها تفسير. خلاص؟ وكلمه مصل يعني انا هتطرق للمصل، يبقى انا عايز اعرف ايه المصل وايه اللي بيغذيها اللي هو العصب والفسيولوجيكال كونديشنز، معنى الكلام اللي هو الاهداف اللي هتكلم عنها. ايه الليرنينج اوبجيكتيفز بتاعتي؟ اول حاجه ديسكرايب كوزز اوف نيرف ريستنج ميمبرين بوتنشال، يبقى انا لازم اعرف يعني ايه نيرف ريستنج ميمبرين بوتنشال. تاني حاجه اكسبلين فيسز اند ايونيك بيزس اوف نيرف اكشن بوتنشال، يعني ايه اكشن بوتنشال؟ distinguish، انت عارفين يعني ايه distinguish؟ يعني ميز، يميز. the steps of neuromuscular transmission، steps يعني خطوات. ماشي؟ neuromuscular transmission هنقولها ساعتها. clarify the skeletal muscle contraction، clarify يعني ايه؟ وضح. skeletal muscle contraction mechanism and types، يعني ازاي العضله بتنقبض وترتخي. ثم اخيرا list causes of skeletal muscle fatigue، ازاي العضله، شكرا، ازاي العضله يحصل فيها ايه؟ فاتيج. زي ما قلت قبل كده يا جماعه، اي، شكرا، اي learning objective هنا، اي هدف ممكن يتسال كسؤال قصير اللي هو شورت ايسي كويتشن. هنبدا باول حاجه عندي اللي هو ايه؟ النيرف فيسيولوجي. المحاضرة ديت لها شقين أساسيين، حاجة اسمها نيرف فيسيولوجي وحاجة اسمها ماسل فيسيولوجي، فيسيولوجيا العصب وفيسيولوجيا العضلات. ماشي؟ هنبدأ بالنيرف فيسيولوجي. النيرف الوحدة البنائية عندنا في النيرف سيستم حاجة اسمها نيرون. النيرون ديت ها يهمني أعرف فيها إيه؟ النقاط الآتية. محتاج اعرف ديفينيشن، محتاج اعرف تركيبتها ايه الاستراكشر، محتاج اعرف التايبس اوف نيرون، جبت سيرتها وانا بتكلم في محاضره البلاد، اعرف الفانكشن بتاعت هذه الايه النيرون. فاكرين لما كنت بقول لكم الاستراكشرال يونت اوف ذا بادي از ايه؟ مين يقول؟ سيل. الاستراكشرال يونت اوف ذا نيرفس سيستم بقى حاجه اسمها النيرون، مهمة أوي بتتسأل. أكمل أو إيه صح وغلط؟ The structural unit of the nervous system is the neuron. طب تركيبة النيرون إيه؟ أكيد سمعتوا عنها قبل كده، بص على الصورة كده عشان أعرف إيه الـ structure بتاع النيرون. النيرون
هتلاقيها بتتكون من حاجه اسمها ها سيل بادي او سوما، اللي هو الجزء ده كده، الجزء ده كده اسمه السوما او السيل بادي، جواه حاجه اسمها نيوكليوس، نواه. وهتلاقي في شويه تفرعات متصله بهذه السوما او السيل بادي اسمها ايه؟ دندرايتس، اللي هي التشعبات الرفيعه دي. وطالع تشعب واحد رفيع وكبير كده اسمه اكسون. يبقى تاني النيرون از ستراكشرال يونت اوف ذا نيرفس سيستم، بتتكون من ايه؟ بتتكون من سوما او سيل بادي اللي بيحتوي على نيوكليس، بيحتوي على سيل بروسيسز، يعني شويه زوائد او تشعبات كده، في تشعبات كتير وقصيرة يتقال عليها دندرايتس، وفي تشعبات تشعب واحد طويل وايه ورفيع وطالع من الايه؟ من السوما، بقول عليه الايه؟ الاكسون. ابص تاني كده على الصورة اللي قدامي عشان بنتسأل فيها، بنتسأل ازاي؟ انا قلت ان انا عندي السوما او السيلبادة اهو، والدندرايتس ده اهي ماسكة فيها. الدندرايت وظيفتها ايه؟ بتوصل الومضه العصبيه في اتجاه السوما، هتلاقي الومضه العصبيه ماشيه كده زي ما هوريكم حالا. امال الاكسون ده وفايدته ايه؟ بيشيل الومضه العصبيه اواي فروم ذا سوما، يعني بعيد عن السوما. يعني تلاقي الدندرايتس ده بتوصل الومضه العصبيه في اتجاه هذه السوما، تمشي الومضه العصبيه كده. لكن هذا الاكسون بيشيل الومضه العصبيه اواي فروم ذا سوما، بعيد عنها. ابص على الصوره ديت عشان نتخيل الكلمتين دول. شوفوا الومضه العصبيه ماشيه ازاي يا جماعه؟ ها ماشيه في الاكسون، ها واضحه؟ ها الومضه العصبيه تمشي ازاي؟ من السوما تمشي في الاكسون اواي فروم ذا سوما. الدندرايت ده بيوصل الومضه العصبيه في اتجاه السوما. وضحت؟ كلام كويس. طيب ايه هي التايبس اوف نيرون؟ انا قلت لكم ان انا عندي سلك كهرباء مكشوف مش متغطي بطبقه بلاستيك زي النيرف بالظبط، بقول عليها ان مايلينيتد. ان مايلينيتد نيرف يعني معناه نوت كفرد باي مايلين شيث، ما فيش غطاء من الميلين شيث. طيب مايلينيتد؟ لا ده في غطاء من الايه؟ الميلين شيث. وفايدته ايه؟ هبص على الصوره دي كده. ادي الصوره دي يا جماعه بتوريني ادي الايه؟ ده مايلينيتد اكسون، اكسون متغطي بميلين شيث اهي. وتلاقي الميلين شيث متقطعه على مسافات. يعني تلاقي الاكسون اهو حتة متغطية وحتة صغيرة أو مش متغطية، حتة متغطية وحتة صغيرة أو مش متغطية. الومضة العصبية في الميلين في الميلينيتد نيرف بتنتقل من الجزء المكشوف هنا، بتعدي دي تقفز كده تروح لهنا، بتعدي كده يعني ما بتمشيش كل خطوة، وبالتالي بتتحرك بسرعة عاملة زي الإيه؟ اللي مين اللي بيتنطط كده وهو بيجري؟ غير الأرنب اللي هو حجمه كبير ده إيه؟ الإيه؟ ايوه الكونغر، الكونغر. فده نفس الكلام، بيعمل جامبنج، بيقفز من وان حاجه اسمها نودو فرانفير اللي هي الحته دي كده، من هنا تقفز لهنا كده كده. لكن لو ما فيش المايلين شيز ديت الومضه العصبيه بتتحرك في كل حته، فتلاقي الومضه العصبيه بطيئه، يبقى سريعه في المايلينيتد وبطيئه في الان مايلينيتد. نبص على الصوره دي كده. بصوا يا جماعه الومضه العصبيه اسرع فين؟ اللي فوق هو المايلينيتد، سلك متغطي بطبقه من الايه؟ من المايلين شيث اهي. اللي تحت الومضه العصبيه بتمشي في كل ذره فبطيئه. يبقى تاني التايبس اوف نيرونز اكوردنج تو مايلينيشن عندي نوعين، مايلينيتد ونون مايلينيتد. مين اللي الومضه العصبيه بتمشي فيها اسرع؟ المايلينيتد. يبقى وانا بتكلم في النيرون دلوقتي
اتكلمت كديفينيشن ات از ستراكشرال يونت اوف ذا نيرفس سيستم. الاستراكشر بتاعها سوما او سيل بادي في نيوكليوس، والسيل بروسيس الدندرايت بيوصل الومضه العصبيه للسوما، والاكسون بيشيل الومضه العصبيه اواي فروم ذا سوما. ركزوا انها مسؤوله محطوطه اسئله وصل النيرون فايدتها ايه؟ الدندرايت فايدتها ايه؟ التايب قلنا مايلينيتد ونون مايلينيتد. من شويه انا كنت لسه قايل لكم الفيتامين بي 12 مهم علشان مين؟ الفورميشن اوف مايلين شيث. وبالتالي لو في فيتامين بي 12 ديفيشنت هيبقى في مشكله في النيرون، ويبقى في نيورولوجيكال مانيفستيشن. انهي نوع من الانيميا اللي بيبقى معاه نيورولوجيكال مانيفستيشن؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا. اعرفوها بتتسال. النوع الوحيد اللي انيميا ومعاه نيورولوجيكال مانيفستيشن، العيان بيعاني مثلا من ايه؟ تنميل في ايديه، تنميل في رجليه، خدلان في الاعصاب. تخيلوا ان في بعض الاوقات الحبل الشوكي الوالسباينال كورد بيتدمر، ممكن تسبب شلل. متخيلين ان فيتامين بي 12 ممكن يسبب شلل؟ وضحت الصوره. نيورولوجيكال مانيفستيشن لانه مهم علشان الايه؟ المايلين شيث فورميشن. طيب الفانكشن، ايه اهميه النيرون؟ كارز مسجز تو اند فروم ذا سنترال نيرفس سيستم، بتشيل الومضه العصبيه يا اما في اتجاه الجهاز العصبي المركزي يا اما اواي فروم سنترال نيرفس سيستم. زي ايه بالظبط؟ هديكم مثال. يعني زميلتكم قاعده تقرا ولا بها ولا عليها، وقاعده تكتب وقاعده اي معلومه تكتبها وما اعرفش ايه، حتى اما الدكتور بيكح بتقول ولقد كح كحه في الساعه الفلانيه مثلا، قاعده تكتب. زميلتها اللي وراها شافتها كده والغل مال قلبها، تقول لها ارحمي نفسك، يعني في البيت مذاكره وهنا مركزه يا اختي بسم الله ما شاء الله وخطك حلو وبتكتبي كويس. عارفين اللي ايه؟ اللي عنده غل من اخوه، اخوه الاثنين ورثوا نفس الميراث، واحد صايع ضيع فلوسه والتاني كويس بيحترم نفسه وربنا كرمه وايه ونمى الرزق بتاعه. فاللي عنده غل جاب واحد عارف انه حسود قوي بيحسد، والحسد والايه الحسد بتاعه بيقع، يعني في ساعتها يبص على الواحد يدمره في ساعتها. جابه قال له انا عايزك تيجي ايه تسلط الحسد بتاعك وعينك على مين؟ على اخويا. قال له هو فين؟ بس انا نظره ضعيف. قال له بص تعالى معايا. هو هيبقى جايب القافله معاه وجايب الغنايم ومعرفش، انا اشاور لك عليه. فوقف قعد يستنوا. قال له بس انت اول ما يوصل ايه عرفني عشان ابص له على طول. فوقف يستنوا. قال له بقى خلي بالك ركز هناك. قال له فين؟ قال له انت عارف الشجره اللي هناك ده ايه؟ قال له انهي شجره؟ بسم الله ما شاء الله. ايه ما قالش بسم الله ما شاء الله، انت عينك موصله لحد الشجره اللي هناك ديت؟ اتعامى على طول. شفتوا يا جماعه؟ الغل بيضر صاحبه. ما انا ما اقصدش ان مش انت، احنا بنتكلم يا عم لا تاخدها على نفسك. المهم فهي قالت يعني ارحمي نفسك شويه، وقامت جايبه دبوس ها؟ وقامت جايه شكاها شك. ايه اللي هيحصل؟ ايه رايكم؟ فاول مره ما حسيتش، مركزه قاعده تكتب، قامت متكيه على الدبوس جامد. ايه اللي حصل بقى؟ قامت دعدقتها عن الايه؟ عن الايه؟ عن القلم على طول ما قاعده تكتب. قامت جايه شكاها، قامت بعد قالت ما شاء الله الحمد لله اخيرا سابت الالم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ان شكتها الشكه دي حصل ايه؟ استثاره لمستقبل موجود في الجلد، صح ولا لا؟ طلعت ومضه عصبيه من هذا المستقبل راح للمخ وعرفه ان في شكه في المكان ده، فالمخ هيرد بومضه عصبيه يروح للعضله يقول لها انقبضي وابعدي عن ايه؟ عن مكان الشكه. فكانت الشكه هنا مثلا وهي بتكتب، الشكه كانت ايه؟ كانت هنا. فتقوم بعد ايدها على طول بعيد. اللي حصل ايه؟ حصل ان في نيرون وصلت ومضه عصبيه في اتجاه المخ الاول تعرفه ان في شكه، ثم بعد كده ومضه عصبيه من خلال نيرون ثانيه من المخ للعضله، يعني away from central nervous system عشان تقول له ابعد ايديك. انا بقول الكلمتين دول عشان نفهم ان النيرون ممكن توصل الومضه العصبيه في اتجاه السنترال نيرفس سيستم او away from central nervous system.
الامور سهله ولا صعبه؟ سهله. شطار، خدوا نفس عميق لان دي مهمه قوي. الاكسايتابيلتي بتتسال كتير، سؤال نظري يهمني اعرف فيها ايه ديفينيشن. عايز اعرف مين الموست اكسايتابل تيشو. عايز اعرف حاجه اسمها الممبرين بوتنشال. نبدا باول حاجه ديفينيشن، يعني ايه اكسايتابيلتي من غير ما نبص على اللي مكتوب يا جماعه. اما انا اقول معلومه كده اسمها اكسايتابيلتي، مين يديني ديفينيشن لها؟ بصوا هي مقطع من كلمتين، اكسايت وابيليتي. ابيليتي يعني ايه؟ قدره. اكسايت يعني استثاره، يبقى القدره على استجابه للاستثاره. يبقى اكسايتابيليتي ابيليتي تو ريسبوند تو ان ادكوت ستيمولس، او ابيليتي اوف ذا تيشو تو بي اكسايتد. يعني الجسم ده هو او التيشو ده هو عنده القدره انه يستثار. اكسايت ابيليتي، ability of the tissue to be excited او ability of the tissue to respond يستجيب to an adequate stimulus. يبقى نقول الديفينيشن تاني عشان بيتسال. يو ديفاين excitability. excitability is the ability of the living tissue to respond to changes in the environment. واللي تشينج في الانفايرمنت بقول عليه stimulus، مثير. يعني انت دلوقتي حد واقف بره واتك على جرس، اما اتك على الجرس ده مؤثر خارجي غير في البيئه اللي حوالينا فعمل ستيميليشن، بقول عليه ايه؟ It changes the environment، بقول عليه stimulus. يبقى تاني excitability ability of the living tissue to respond to changes in the environment، او ability of the living tissue to respond to stimulus، او ability of the tissue to be excited، او ability of the tissue to respond to an adequate stimulus او to respond to a stimulus. اي تعريف مفيش اي مشكلة. excite ability، ability of the tissue to respond to a stimulus. الافضل اقول adequate stimulus يعني مثير مناسب. adequate يعني مناسب. طيب المهم excitable tissue، اكتر tissue بيستثار. مش انا بقول المحاضرة دي بعنوان nerve and muscle، هما دول اكتر حاجة. يبقى النيرف والمسل دول اكتر حاجه ممكن يستثاروا الموست اكسايتابل تيشو. طب الممبرين بوتنشال، احنا اتفقنا ان اي سيل يا جماعه لها سيل ممبرين وجواها سيتوبلازم وسيل اورجانيل ونيوكليوس. قال لك السيل ممبرين اندر ريستنج كونديشن والسيل هاديه كده بيبقى فيه توزيع للايونات مختلف براها عن جواها، بيخلي السيل ممبرين بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. ده اللي انا بقول عليه ريستنج ميمبرين بوتنشال، او بقول عليه الميمبرين بوتنشال. ميمبرين بوتنشال يعني في تغير في توزيع الايونات حوالين هذا الميمبرين. يهمني تاني الريستنج ميمبرين بوتنشال ثلاث حاجات محتاج اعرفهم. ديفينيشن القوس بتاعه التايبس. ميمبرين بوتنشال معناه اتشارج ديفرنس، اللي هو اتشارج يعني ايه؟ اللي هي اشارات موجبه او سالبه، وايونات موجبه او سالبه. اتشارج ديفرنس بتوين انسايد اند اوتسايد اوف ذا ممبرين. وليكن دي سيل، ده الممبرين بتاعها اهو. الممبرين في توزيع، اتفقنا وانا بتكلم في المحاضره الاولانيه ان في حاجه اسمها البادي فلويد، صح ولا لا؟ البادي فلويد قلت بتتوزع. التكرار بيعلم مين؟ بيعلم مين؟ الشطار. بلاش الحاجه الثانيه اللي انت قلتوها دي، بيعلم الشطار. اتفقنا ان البادي فلويدز اغلبها ده هي ميه يا شملوله. البادي فلويد هي ميه، مش اغلبها ميه. امال الباقيه ايه اذا كانت ميه؟ انا اقصد ايه؟ انها 60% من البادي ويت، اغلبها اللي هم 40% من البادي ويت انترا سيلولار، وبره اكسترا سيلولار. يعني الممبرين ده اهو الفلويد اللي براه بقول عليه اكسترا سيلولار فلويد، والفلويد اللي جواه بقول عليه انتراسيلولار فلويد. في ايونات متوزعه بره وايونات متوزعه جوه، والاثنين مش نفس التركيز، مخلي بره الممبرين الايونات الموجبه اكتر، هنفهم ليه حالا، وجوه الممبرين الايونات السالبه اكتر، هنفهم ليه حالا. فبقول الممبرين بوتنشال معناه ايه؟ الاختلاف. هقولها بالعربي اهو،
الاختلاف في توزيع الايونات او الاشارات الموجبه والسالبه حول السلمبرين. يبقى ذا تشينج تشينج ديفرنس بين انسايد اند اوتسايد اوف ذا سلمبرين. ماشي. سببه ايه؟ ديفرنس ان كونسنتريشن اوف ايونز اون ايذر سايد اوف ذا سلمبرين. ايه رايكم في الجدول اللي قلناه في اول محاضره في الفرق ما بين الاكسترا سيلولار فلويد والانترا سيلولار فلويد؟ هو مين هو المين كاتيون اكسترا سيلولارلي؟ الصوديوم. والمين كاتيون انترا سيلولارلي؟ البوتاسيوم. يعني معناها هل الايونات واحنا بندرسها في الجدول كان تركيزها بره الخليه زي جوه الخليه؟ لا. اختلاف التوزيع ده خلى في اختلاف في توزيع الايونات والاشارات الموجبه بره الخليه عن جوه الخليه. يبقى السبب في الممبرين بوتنشال ايه؟ ان في ديفرنس ان كونسنتريشن اوف ايونز اون ايذر سايد اوف ذا سيل ميمبرين. طيب ايه رايكم وانا بتكلم على المصل؟ مش انا بقول هي والنيرف، مش بقول ده الموست اكسايتابل تيشو؟ موست اكسايتابل تيشو يعني ايه؟ يعني اكتر تيشو بيستجيب لاستثاره. يعني معناها ان التيشو ده ممكن يكون موجود في وضعين، يا اما اندر ريستنج كونديشن وهو مش مستطار. زي ايه؟ الجرس اللي بره ده مفيش حاجه بترن لان محدش ضغط على الجرس، صح ولا لا؟ لكن لو حد جه بره وقام ضغط على الزرار بتاع الجرس هيرن. يبقى طول ما مفيش صوت ده الريستنج ستيت بتاعه وهو مرتاح مفيش استثاره له. لكن الجرس رن ده الاستثاره بتاعته. يبقى انا عندي نوعين من الممبرين بوتنشال، حاجه اسمها ريستنج ممبرين بوتنشال اللي هي الريستنج ستيت في فتره الراحه، وحاجه اسمها اكشن بوتنشال دي الاستيميوليتد ستيت، المرحله اللي فيها استثاره ان في مؤثر اثر فيه اللي انا بقول عليه النيرف امبلس اللي هتطلع. ركزوا معايا. الريستنج ممبرين بوتنشال يهمني اعرف ديفينيشن، يهمني اعرف نورمال فاليو، يهمني اعرف الكوزز. اول حاجه ديفينيشن، دايما بقول يا جماعه حلاوه الفسيولوجي ومستو ان انا من الاسم اطلع ديفينيشن. انا بقول ريستنج، ريستنج يعني اندر ريستنج كونديشن، ممبرين بوتنشال يعني في بوتنشال ديفرنس، ممبرين بوتنشال يعني في فرق جهد. اما اقول ريستنج ممبرين بوتنشال من غير ما ابص على الكلام اللي مكتوب يبقى هو عبارة عن فرق الجهد ما بين خارج وداخل السلمبرين في الريستنج كونديشن. أقولها بالإنجليزي بقى، ريستنج ممبرين بوتنشال هو عبارة عن فرق الجهد اللي هو البوتنشال ديفرنس ديورنج ريست بتوين انسايد اند اوتسايد ذا نيرف. بس خلي بالكوا بقى، اما اجي اقول الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع مثلا النيرف هقول مثلا وليكن ناقص 70 ملي فولت. طب النقص دي تعني ايه؟ مش انا قلت لكم من شويه ان الايونات الموجبه اكتر بره والايونات السالبه اكتر جوه؟ فانا علشان اعرف ان الممبرين ده هو بره بوزيتيف اكتر بقوم حاطط اشاره سالب، معناها ان جوه نيجاتيف ان ريليشن تو اوتسايد، يعني الايونات النيجاتيف جوه اكتر. تاني اما اقول الريستنج ممبرين بوتنشال بيساوي وليكن ناقص 90 ملي فولت، معناها ايه؟ ان البوتنشال ديفرنس بتوين انسايد اند اوتسايد ذا نيرف فايبر از 90 ملي فولت، ولكن انسايد النيرف فايبر از نيجاتيف ان ريليشن تو اوتسايد. تاني التكرار بيعلم مين؟ الشطار. اقول ريستنج ممبرين بوتنشال بيساوي ناقص 90 ملي فولت، يعني ايه؟ يعني البوتنشال ديفرنس فرق الجهد ما بين الانسايد اند اوتسايد ذا نير 90 ملي فولت، والاشاره السالب تعني ايه؟ ان انسايد ذا نير از نيجاتيف ان ريليشن تو ذا اوتسايد. ها؟ مين بيتكلم كلمه مش فاهم هو بيقول ايه؟ قولي. يعني ايه فرق الجهد برضه؟ بص يا بنتي، انت دلوقتي لو عندك حنفيه وهتنزل ميه
الميه هتنزل من الحنفيه ولا تطلع من الارض للحنفيه؟ ليه؟ لان في فرق بريشر، صح ولا لا؟ قوه ضغط للميه من ايه؟ من جوه هتقوم داخله لبره. التيار الكهربي بينتقل ازاي؟ من جهد عالي لجهد منخفض، صح ولا لا؟ يبقى فرق جهد ما بين مكانين، اللي بيعمل فرق في الجهد ده ايه؟ تغير في ايونات. وضحت الصوره؟ فما بقول فرق جهد او بوتنشال ديفرنس، اختلاف في توزيع الايونات. نعم؟ ما بين الداخل والخارج بالنسبه لمستواك دلوقتي والمطلوب منكم. لكن اوقات ودي حاجه مش مطلوبه منكم، بنشوف فرق جهد ما بين اثنين نقطتين بره. ما علينا، انسي الكلمه الاخيره دي. المهم بوتنشال ديفرنس يعني انا عايز اشوف ايه؟ فرق جهد ما بين نقطتين علشان التيار الكهربا هيمشي منين لفين. يبقى تاني الريستنج ميمبرين بوتنشال هو عباره عن البوتنشال ديفرنس، فرق جهد ديورنج ريست، اللي انا بقول عليه ريستنج بوتنشال ديفرنس ديورنج ريست بتوين انسايد اند اوتسايد ذا نيرف، وذ ذا انسايد از ريلاتيفلي نيجاتيف تو ذا اوتسايد. طيب النورمال فاليو تتحفظ زي اسامينا. اللارج نيرف فايبر يعني النيرف فايبر اللي حجمه كبير، والسكيليتال ماسل فايبر الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاعه ناقص 90 ملي فولت. لكن الميديم سايز نيرف فايبر يعني النيرف فايبر اللي حجمه متوسط بيبقى ناقص 70 ملي فولت. طب الار بي سيز والابيثيليال سيلز دول نون اكسايتابل، فتلاقي الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاعهم صغير قوي، بتلاقيه كام؟ من ناقص 20 لناقص 40 ملي فولت. بيتسال ترو اور فولس او اختيار من متعدد. يقول لك الريستنج ميمبرين بوتنشال اوف ار بي سيز از ناقص 70 ملي فولت، ترو ولا فولس؟ فولس. اما اقول لك الايه؟ الريستنج ميمبرين بوتنشال اوف لارج سايز نيرف ناقص 70 ملي فولت، يبقى فولس. الريستنج ميمبرين بوتنشال اوف سكيليتال ماسل ناقص 90 ملي فولت، يبقى صح. طيب ايه الكوزس؟ ايه اسباب الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ قبل ما اقول على الاسباب هبص على الصوره، عشان زميلكم كانت بتسال ايه فرق الجهد؟ يعني ايه فرق جهد؟ ما بين انسايد اند اوتسايد. لو انا جبت جلفانومتر او حاجه اسمها فولتميتر، الجهاز اللي بيقيس فرق جهد، ووصلت طرف منه خارج النيرون او خارج السل، والطرف الثاني داخل النيرون او داخل السل، نتيجة ان بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، ففي فرق جهد ما بين الاثنين. بيديني ايه؟ الريستنج ميمبرين بوتنشال. لو ده ميديم سايز نيرف اداني ريستنج ميمبرين بوتنشال ناقص 70 ملي فولت. وضحت الصورة يا جماعة؟ كلام كويس. طيب لو جينا نقول بقى ايه هي القوس، مهم جدا بيتسال سؤال يا جماعة شورت اي سي كويتش، يقول لي ديفاين ريستنج ميمبرين بوتنشال اند رايت اتس كوزس، ايه اسباب الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ مين شاطره تقول لي تتوقع كده ايه سبب الاختلافات ما بين بره وجوه الايه السل؟ ليه في ايونات اكتر بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف؟ مين شاطره تقول؟ طب الميه، الميه علاقه ايتها ايه بالايونات؟ ليه الميه بتغير في توزيع الايونات؟ ازاي بتغير؟ ها ماشي، مين يقول؟ ها ركزوا يا جماعه، مش انا بقول، ركزي يا بنت، مش انا بقول السيل ميمبرين ده بيمتاز بانه ايه؟ سيمي بيرميبل ميمبرين. تعرفين يعني ايه سيمي بيرميبل ميمبرين؟ يعني يعدي حاجات وما يعديش حاجات. طب هل الايونات كلها حجم واحد؟ لا، اتفقنا ان الايونات علشان تعدي اوقات بتحتاج ايونيك شانل، صح ولا لا؟ لما قلنا الفانكشن اوف بروتين في السيل ميمبرين. طيب هل كل الايونيك شانل نفس العدد؟ يعني مثلا البوتاسيوم مثلا، هل عدد التشانلز اللي بتعدي في الميمبرين نفس العدد بتاع الصوديوم؟ لا. قال لك خلي بالك، ايه سبب بقى الكوزس اوف ريستنج ميمبرين بوتنشال او بيتقال عليه unequal distribution of ions on both sides of the membrane؟ unequal يعني غير متساوي، distribution يعني توزيع، يعني بيقول السبب ايه؟ السبب في التوزيع الغير متساوي للايونات. هو نفسه ايه السبب في الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ قال لك اول حاجه اسمها
سيلكتيف بيرميابيليتي اوف ذا ميمبرين. يعني ايه؟ مش انا لسه قايل ان السيل ميمبرين از سيمي بيرميابل، يعدي حاجات اكتر من الثانيه. فالسيل ميمبرين نورمالي مور بيرميابل للبوتاسيوم اكتر من الصوديوم. ليه؟ لان نورمال السيل ميمبرين فيه مور بوتاسيوم تشانلز، يتقال عليها ليكج تشانل. يعني تشانل ملوش بوابه، الباب ده مفتوح يعدي من غير ايه؟ استئذان، بس للبوتاسيوم بس. فعدد القنوات اللي تعدي البوتاسيوم اكتر من الصوديوم، يبقى منطقيا الممبرين يبقى مور بيرميبل للبوتاسيوم ولا للصوديوم؟ للبوتاسيوم. فيخلي البوتاسيوم يتحرك بسهوله اكتر من الصوديوم، فيؤدي الى اختلاف في توزيع الايونات، فنلاقي البوتاسيوم جوه السيل اكتر من بره السيل. يبقى اول حاجه السيلكتيف بيرميابيليتي، ذا ميمبرين بلاقيه 20 ل 100 مره مور بيرميبل للبوتاسيوم ذان صوديوم، وبالتالي البوتاسيوم ليكس اوت، يعني يهرب او يخرج او يتسرب اوتسايد اوف ذا ميمبرين جيفنج بوزيتيف تشارج. يعني تلاقي البوتاسيوم، انا اتفقت ذا مين كاتيون انتراسيلولارلي از بوتاسيوم، يعني البوتاسيوم جوه ايه؟ الممبرين كتير، فلما يبقى عنده تشانل مفتوح هيخرج منه بسهوله ويخرج بره، فبالتالي البوزيتيف تشارج تزيد بره. طيب ايه كمان؟ بلاقي ان الممبرين از امبيرميبل تو نيجاتيفلي تشارج بروتين ويتش از ترابد انسايد سيل. مش احنا البروتينات يا جماعه المولوكولار ويت حجمها كبير، ما تعديش من السيل ممبرين بسهوله، صح ولا لا؟ فالبروتينات اللي موجوده جوه السيل محتجزه ما بتخرجش، ودي نيجاتيف تشارج، فتزود النيجاتيفيتي جوه ولا لا؟ تزود. هقول الحته دي تاني، خدوا نفس عميق كده، غمضي ايديك على جيوبك، موبايلك في جيبك، ماشي، ايد على جيبك وايد على الحلقان عشان محدش ياخد حاجه حد وانت مغمضه، خلاص. خدي نفس عميق، يلا ديب انسبيريشن، ها شهيق، ها زفير جراديوال اند سلو. نشوف تاني الان ايكوال ديستريبيوشن سببه ايه. اول حاجه اتفقنا ان السيل ميمبرين از سيمي بيرميبل، لو سيلكتيف بيرميابيليتي، بيعدي حاجات وما يعديش حاجات، مور بيرميبل للبوتاسيوم عن الصوديوم، فيسمح للبوتاسيوم انه يهرب لبره فيزود الايونات الموجبه بره، صح ولا لا؟ في نفس الوقت البروتينات عليها نيجاتيف تشارجز ومحبوسه جوه الخليه وما بتخرجش، فتزود النيجاتيفيتي جوه ولا لا؟ يبقى زادت النيجاتيفيتي جوه وزادت البوزيتيفيتي بره، يعني فرق جهد كبير، ده اندر ريستنج كونديشن، يعني عمل لي ريستنج ميمبرين بوتنشال. كلام جميل. طيب تاني حاجه قال لي حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، اتكلمنا عنها الله يرحمها المره اللي فاتت، لما قلنا ان الصوديوم بوتاسيوم بامب نوع من انواع البرايمري اكتف ترانسبورت، بلاش كلمه برايمر، نوع من انواع الاكتف ترانسبورت اللي هو محتاج ايه؟ انرجي، محتاج طاقه، لان انا عايز ايه؟ اخرج 3 صوديوم ودخل 2 بوتاسيوم. نبص على الصوره دي كده، الصوره دي بتوريني قد ايه في ان ايكوال ديستريبيوشن اوف ايونز. يعني بصوا على الصوديوم اللي هو اللي بالاخضر ده البوزيتيف، اكتر بره ولا جوه؟ طب بصوا على البوتاسيوم اللي هو عامل زي الايه المثلث كده، اكتر بره ولا جوه؟ جوه. طب البروتينات دي موجوده بره ولا جوه؟ جوه. يعني معناها انا عندي دلوقتي، شوفوا كام صوديوم ليكج شانل واحد وكم بوتاسيوم ليكج شانل اثنين، يبقى تلاقي هذا الايه البوتاسيوم بيتسرب يهرب ويروح لبره في الاكسترا سيلولار فلويد، فيزود البوزيتيفيتي بره، والبلازما بروتين او البروتينات موجوده جوه السر وترد ما بتخرجش، فتزود النيجاتيفيتي جوه. اللي يحافظ على الوضع ده ايه؟
ويحافظ على الريستنج ميمبرين بوتنشال ايه؟ حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. وديت اكتف بامب، اكتف يعني محتاجه ايه؟ انرجي، محتاجه اي تي بي. محتاجه اخرج الصوديوم وادخل البوتاسيوم، متخيلين؟ والصوديوم اكتر فين؟ يا ظلمه بره. ده انا عايز اخرج الصوديوم يعني همشي عكس التيار. يعني محتاج طاقه. وعايز ادخل البوتاسيوم اللي هو اكتر جوه، يعني انا عايز احرك البوتاسيوم من لو كونسنتريشن لهاي كونسنتريشن. اكني هطلع جبل. هحتاج انرجي، هحتاج طاقه. يبقى انا هنا الصوديوم بوتاسيوم بام بتخرج لي 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم. بحتاج انرجي لان انا ماشي عكس التيار. الصوديوم اصلا بره اكتر والبوتاسيوم اصلا جوه اكتر. محتاج اي تي بي. طيب ركزوا معايا، انا هخرج 3 صوديوم يعني 3 ايونات موجبه، وهدخل 2 بوتاسيوم يعني ايونين موجبين. فالنتيجه النهائيه انت دلوقتي كل يوم بتاخدي مصروف وليكن 15 جنيه، بتصرفي 10 جنيه وتعيني 5 جنيه. في نهايه الاسبوع هيبقى معاك قد ايه؟ كام؟ لو انت بتروحي كل يوم في 7 ايام يبقى معاك كام؟ 35. طب افرض انك بتاخدي في اليوم 15 جنيه، بتصرفي 20 جنيه. هتعيني كام؟ فانت هتشحتي كام؟ صح ولا لا؟ يعني بمعنى اخر انا اما اخرج 3 صوديوم وادخل 2 بوتاسيوم يعني النت فورس ان بزود كل مره ايون موجب بره، صح ولا لا؟ لان انا بخرج 3 صوديوم، 3 ايونات موجبه بخرجهم، وبدخل مكانهم 2 زي اللي بيشتغل بالفايص بالربا. ركزي معايا في من قليله وكتيره، ركزي معايا في كلمه ثانيه، ركزي يا شاطره. لما واحد يقول لك تعالي خد، انت عايزه تستلفي كام يا بنتي؟ انا عايزه استلف 1000 جنيه. ماشي يا حبيبتي، خد ال 1000 جنيه اهو، بس كمان 3 ايام تديهم لي 1200. ها؟ يبقى هو بيكون فلوس عنده ولا لا؟ بيكسب ولا بيخسر؟ بيكسب. لو انا دلوقتي بطلع 3 ايونات موجبه، سيبك مين اكتر بره ومين اكتر جوه. انا بطلع 3 ايونات موجبه، سيبك هم اساميهم ايه. بخرج 3 ايونات موجبه وبدخل 2 موجبين، يبقى انا في كل مره بزود ايون موجب زياده بره ولا لا؟ ولذلك يقولوا عليها الكتروجينيك بامب، يعني بتزود ايونات موجبه بره. وضحت؟ فالنتيجه انها تساعد في الريستنج ميمبرين بوتنشال، تساعد في ان يبقى الايونات الموجبه بره اكتر من جوه. تاني التكرار بيعلم مين؟ الشطار. اما اجي اقول الكوزز اوف ريستنج ميمبرين بوتنشال، قلت اول حاجه السلكتيف بيرميابيلتي وفهمناها. طب بالنسبه للصوديوم بوتاسيوم بامب او بيتقال عليها الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس بامب، ات بوشز اونلي، بوش يعني بتدفع او بتزق تو بوتاسيوم ايونز انتو ذا سيل، بتحرك ايونين موجبين لداخل الخليه. فور ايفري 3 صوديوم اوت، يعني بتدخل ايونين موجبين وتخرج 3 موجبين، يعني النتيجه ان انا قاعد اكون فلوس بره. بكون ايونات بره، صح ولا لا؟ فزود البوزيتيفيتي بره، فبالتالي النتيجه النهائيه يبقى مور بوزيتيف تشارجز اوت. مور بوزيتيف تشارجز اوت. نعم؟ هتخلص فين؟ تخلصش، هتخلص ازاي؟ ايوه شفت الحكمه. ما هو ايه يا شمله اللي مخليه كتير بره؟ ده اللي احنا قاعدين نفسره اهو، احنا قاعدين نفسر وليه كتير بره. احنا كل اللي قاعدين نقوله دلوقتي ليه البوتاسيوم جوه كتير وليه الصوديوم بره كتير؟ بنشرحها عن طريق حاجتين، عن طريق السيلكتيف بيرميابيلتي اوف ذا ميمبرين، وعن طريق مين؟ وعن طريق الصوديوم بوتاسيوم بام. مهمه جدا يا جماعه بتتسال، يقول لك ديفاين ريستنج ميمبرين بوتنشال اند اكسبلين اتس ميكانيزم او اكسبلين اتس كوزز. طيب ايه رايك؟ ركزي يا بنتي، انت قاعده لا بيك ولا عليك، زي ما قلت زميلتك اهي بتكتب وحسدناها يعني ما عادتش بتكتب خالص، وفتحت بقها وغمضت عينيها وحالتها ما يعلم بها الا ربنا. فاحنا ما حسدناكيش يا بنت، الله يهديك. ها استهدي بالله كده، انت
تخافت على نفسها، قالت انا مش هروح البيت كده، ده انا كده خلاص يعني الناس كلها قاعده تبص لي وقاعده اكتب وانا مش بقيت انا مش كاتبه حاجه خلاص، وهتعدي عليكم واحده واحده حالا تقول لكم بصوا انا ما كاتبتش حاجه، انا سيبوني بس اروح والله واوصل سليمه بس الله يكرمكم، انا عايز انجح، انا مش عايزه يعني ابدع ولا حاجه يعني، ده انا ماشيه في نص الحيطه يعني مش في فريق الحيطه. المهم ركزوا معايا يا جماعه، واحنا قلنا حاجه شفت الغل ده هي شاطره وهي ايه الغل ما حصلش. نعم لا والله اطلع انا منها يعني، ها هي مش بتغل هي بتحقد. لا ده ولا ده كمان بتحسد. ماشي يا بنتي يا ست ربنا يهديك ربنا يهديك، بس انا بحاول اهدي النفوس بس يا جماعه اهدوا بس، ركزي يا بنتي ركزي ركزي ركزي. احنا قلنا دلوقتي اندر ريستنج كونديشن، انتوا قاعدين هادين وولاد حلال ما فيش اي مشكله خالص، بس يا بنتي بس يا ماما بس يا حبيبتي لو فجاه كده قالوا زلزال زلزال ها خلاص، او لو جرس الانذار بتاع الحريق بقى شغال فاشتغل وسمعتوا فيه ايه جرس انذار ان في حريق في المبنى، ايه رايكم؟ هيهمكم فيسيولوجي ولا اكشن بوتنشن ولا ريستنج امبري بوتنشن؟ هيهمكم تفتحوا باب؟ ده انت هتلاقي الناس نطت من الشبابيك، صح ولا لا؟ ها؟ صح؟ يعني معناها ايه؟ ان لو حصل استثاره يحصل حاجه اسمها اكشن بوتنشن، يحصل نيرف امبلس، يحصل ومضه عصبيه، اللي كنت بتكلم عليه حالا ان ريستنج ستيت والجرس محدش ضاغط عليه. طب ضغطنا على الجرس يعني حصل استثاره، وضحت الصوره يا جماعه؟ يحصل حاجه اسمها اكشن بوتنشال. يهمني اعرف ايه ديفينيشن، ده اتسال السنه اللي فاتت في اعمال السنه وتقريبا في ناس اخر السنه برضه بيتسال يا جماعه، يقول لكم ارسموا الرسمه وصفوها وقولوا الشرح قولوا عليها اسباب، وسهله جدا هتشوفوها حالا. فيسز اند شيب، واخيرا الايونيك ايه بيز بتاعها. نبدا باول حاجه ديفينيشن، يعني ايه اكشن بوتنشال؟ يعني تغير في الريستنج ستيت، صح ولا لا؟ معناها رابيد تشينج ان ميمبرين بوتنشال ديو تو ستيميوليشن اوف انير فايبر باي اديكويت ستيمولس. يعني ايه؟ بصوا يا جماعه نغير نجيب حد تاني عشان انت ايه ما تزعليش منها ولا هي تزعل منك، خلاص؟ بص انت دلوقتي انتوا بلاش انت كده تزعلي خالص يعني، ركزوا يا جماعه انتوا الاثنين ركزوا يا جماعه الله يهديكم، بس يا بنتي بس دي قاعده تكتب اهي ما شاء الله ومركزه، اللي وراها انا جايبه دبوس وبعدين ايه ركزوا، قالت يعني خلاص يعني المذاكره مقطعه بعضها قوي خلاص، وانا جايه من وراها كده وايه وبعدين هتشكها يعني نفسيتها ايه الشيطان ايه شيطانها بعد فجاه، فقالت انا هاخد ذنب لا بلاش اشكها، ايه رايكم؟ فمشيت بالدبوس وقبل ما تغزها بعدت ايديها تاني، ايه رايكم؟ هتستجيب لحاجه؟ طيب فاول مره دي كانت غلبانه وطيبه واول مره تعملها، فجابت الدبوس ومجرد لمستها لمسه كده ما غزتش، هل هتتحرك؟ لا طب بقى يعني غلاويه قوي شايله منها على الاخر وانا جايبه الدبوس وغزالي الاخر، ايه رايكم؟ هتتحرك ولا هتصوت؟ هتصوت، صح ولا لا؟ يعني معناها ايه؟ ركزوا معايا يا جماعه، اللي اقصده ايه؟ ان لازم يكون الاستيمولس ادكويت، ادكويت يعني مناسب، لو هذا المثير ضعيف مش هيأثر، صح ولا لا؟ يبقى لازم ايه؟ تغير مناسب في البيئه عشان استجيب، يتقال عليه ادكويت استيمولس. يبقى تاني اما اقول اكشن بوتنشال عباره عن رابيد تشينج ان ميمبرين بوتنشال ديو تو ستيميوليشن اوف نيرف فايبر باي ادكويت استيمولس. طيب الفيسز قالوا بصوا على الصوره ديت الرسمه اللي هقولها ده ايه بتختصر الفيسز والايونيك بيزز، اعدلي بقى الصوره كده الله يكرمك، الرسمه دي جميله ومهمه جدا وبتتساب، ركزوا يا جماعه ركزوا يا بنت. الاكشن بوتنشال بتاع النيرف بيعدي بالمراحل الاتيه، الرسمه ترسموها وتعرفوها تتكتب البيانات عليها ازاي، قالوا بيعدي بالمراحل الاتيه، كان ده الريستنج ميمبرين بوتنشال في لارج نيرف فايبر كان ناقص 90 ملي فولت، جيت هنا انا عملت ابلكيشن للستيمولس اهو حطيت الستيمولس هنا
كلمه ستيمولس ارتفاكت معناها مكان تطبيق الاستيميليشن، مكان الاستثاره. الاستيمولس هنا كده. ايه رايكم؟ هل وزميلتكم بتشك زميلتها بتقوم محركه ده فجاه، ولا لازم تتشك الاول ويبقى في اجزاء من الثانيه ما بين الشكه وما بين الريسبونس؟ لازم يكون في اجزاء من الثانيه، صح ولا لا؟ ففي حاجه اسمها ايه؟ ليتنت بيريود. الليتنت بيريود ده الوقت المتخفي ما بين الابلكيشن اوف ستيمولس اللي هي مكان الاستيميليشن وبدايه الاكشن بوتنشال. يبقى ده اول مرحله في الاكشن بوتنشال ابقى عارفها، ان في حاجه اسمها ليتنت بيريود اللي هو التايم فروم سايت اوف ابلكيشن اوف ستيمولس اللي هو اللي عند الستيمولس ارتفاكت اند ستارت اوف ايه؟ اوف اكشن بوتنشال. طيب المرحله الثانيه حاجه اسمها دي بولاريزيشن. الرسمه اللي قدامي دي بتشبهها بايه؟ بتفتكرها بايه؟ اللي بتاكل بشوكه. سن الشوكه مش عامل زي ده؟ الشوكه اللي هي اللي بتاكله بيها بتلاقيها ايه؟ القاعده بتاعتها عريضه والسن بتاعها رفيع سنه. طالعه كده سبايك، يتقال عليها زي سبايك زي شوكه كده. فبيبقى لها اسندنج لمب، اكن طالع اهو وديسندنج لمب. لمب يعني الدراع، يبقى ده جزء طالع وده جزء نازل. الجزء اللي طالع ده بقول عليه حاجه اسمها دي بولاريزيشن. لما بقول الممبر النيرون براها بوزيتيف وجواها نيجاتيف، دي مرحله القطبيه اللي هو بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. لما بيحصل الاستثاره بتتغير القطبيه دي، البوزيتيف يزيد جوه والنيجاتيف يزيد بره، يتقال عليها حاجه اسمها دي بولاريزيشن، ازاله القطبيه. يبقى اما بيحصل استثاره بلاقي ان الايه؟ الصوديوم يدخل جوه كتير، فتلاقي الايونات بقت بوزيتيف جوه كتير. يبقى المرحله دي اسمها ايه؟ دي بولاريزيشن. الاسندنج لمب ده دي بولاريزيشن، تلاقيه في جزء في الاول جراديوال اهو بطيء وبعدين رابد. المجرد اللي عايزكم تعرفوه هنا ايه؟ ان اول حته ده اسمها الليتنت بيريون، ثم اسندنج لمب ده يتقال عليه دي بولاريزيشن. الدي بولاريزيشن سببها ايه؟ اوبننج، وفي حاجه اسمها فولتج جيتد صوديوم شانل. فولتج جيتد يعني بتفتح بتغير في الايونات. صوديوم شانل يعني قناه لها بوابه. فولتج جيتد كلمه جيت يعني بوابه. الباب اللي بتاعنا ده له باب اهو، له درفه ايه؟ خلاص؟ في بعض الابواب يا جماعه ما بقاش لها اللي هي الجزء المتحرك ده. فاللي بيسبب الدي بولاريزيشن دي حاجه اسمها فولتج جيتد صوديوم شانل، يعني قناه بتعد الصوديوم لها ايه؟ بوابات بتفتح بتغير الايونات. طيب الديسندنج لمب بقى بيتقال عليه حاجه اسمها ريبولاريزيشن. انت دلوقتي يا بنتي لو حد شكك هتلاقي ايه؟ فجاه حركت ايديك بس بترجعي تهدي تاني، صح ولا لا؟ بيحصل استثاره وهدوء تاني. فانت وانت قاعده ريستنج ستيت بقول عليك انك بولارايزد، قطبيه بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. اما اعمل ابلكيشن للستيمولس بيحصل ايه؟ استثاره، ازاله للوضع الراحه اللي عندك. اللي بره بقى ايه؟ نيجاتيف، واللي جوه بوزيتيف، بقول عليها دي بولارايزيشن. السبب هنا ان الصوديوم دخل انفلاكس، انفلاكس او انفلو يعني دخل جوه الممبرين. بعد شويه هتهدي والاستثاره راحت، فيحصل ايه؟ حاجه اسمها ري بولاريزيشن. ري يعني اعاده، بولاريزيشن يعني اعاده القطبيه. اللي يعيد القطبيه ايه؟ ان البوتاسيوم يخرج بره عشان يزود الايونات الموجبه بره. فبتلاقي الديسندنج لمب ده اهو سببه ان انا قفلت الصوديوم اتشانل، ما عادش فيه صوديوم انفلاكس، والبوتاسيوم اتشانل فتحت فبدا البوتاسيوم يخرج، فعمل لي الديسندنج لمب ده. اما بنزل كده بتلاقي الايه؟ الايه؟ الريبولاريزيشن نزلت ازيد من اللزوم سنه. ترجع للريستنج ستيت بالصوديوم بوتاسيوم بام. طب هبص على الفيسز تاني اللي مكتوبه وارجع للرسمه تاني عشان نفهمها. انا اتفقت ان الاكشن بوتنشال عباره عن ايه تاني؟
هو رابيد تشينج ان ذا ميمبرين بوتنشال نتيجه ايه؟ استيميوليشن اوف ذا نيرف فايبر باي ادكويت ستيمولس فيسز اند شيب. زي ما اتفقت اول مرحله حاجه اسمها ليتنت بيريو اللي هي انترفال يعني فتره زمنيه بتوين ستيمولس ابلكيشن اللي هو الوقت اللي عملنا فيه ابلكيشن للستيمولس اللي هو الستيمولس اند ارتفاكت اند ستارت اوف اكشن بوتنشال. الديبولاريزيشن بتعدد مرحلتين، اول مرحله سلو بطيئه من ناقص 90 ملي فولت اهي، نبصوا عليها كده، مرحله بطيئه اهي من ناقص 90 لناقص 65 خلاص بتبقى بطيئه. بس يا بنت بعد كده المرحله اللي بعد كده اسرع، بتبقى من ناقص 65 تطلع لزائد 35، يتقال عليها الرابيد ديبولاريزيشن. خلاص يبقى الديبولاريزيشن بتعدي مرحلتين، سلو فيس من ناقص 90 لناقص 65، ثم رابيد ديبولاريزيشن فيس من ناقص 65 لزائد 35. كلام كويس. طيب الريبولاريزيشن ستارتس رابيدلي ذن سلو داون، عكس الديبولاريزيشن. مش انا قلت الديبولاريزيشن بتبتدي سلو وبعدين تبقى سريعه؟ الريبولاريزيشن العكس، تبدا سريعه وبعدين تهدى. ابص عليها كده هتلاقي دي الايه؟ الريبولاريزيشن، الريبولاريزيشن بدات رابد وتيجي بعد كده في الاخر تبقى سلو. يعني خلي بالكم الجزء التحتاني ده هو بيبقى سلو سواء وانا طالع او انا نازل. افتكروها بايه؟ اما تكون ماتش كوره تلاقي اللعيبه في اول الماتش متوجسه خايفين من بعض، فتلاقي الماتش هادي وبطيء، بعد شويه اللعيبه تسرع الريتم واللي يجيب جون واللي ما اعرفش ايه والكلام من ده. قبل ما الماتش يخلص بتلاقي اللعيبه بتهدي الماتش علشان انا عايزه تحافظ على النتيجه، فنفس الكلام كده وانا طالع في الديبولاريزيشن بتبتدي ايه؟ سلو وجراديوال من ناقص 90 لناقص 65، ثم رابد ديبولاريزيشن من ناقص 65 لزائد 35، وانا نازل بقى كريبولاريزيشن بتبتدي رابد من زائد 35 لحد ما اوصل مثلا تبقى اوفر شوت هنا، تلاقي نازله لتحت تعدي ناقص 90 تلاقيها مثلا ناقص 95 خلاص تكمل كده هاديه. طيب نعم؟ لا انت ترسميها، ترسميها بي. عندك ايه؟ صلى على النبي. سلام. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان اللي مطلوب منك ايه؟ حاجتين، الكتاب والشرح اللي احنا بنقوله والداتا شو اللي احنا بنعملها اللي بنقولها. وضحت؟ ترسميها، ارسميها زي ما هي مرسومه هنا. ما الداتا شو انا بحطها لكم يا بنتي. قوليلي ارسميها زي دي، وفيش فرق بينهم اصلا. ماشي ركزي يا بنت. طيب ديت الريبولاريزيشن ستارتس رابيدلي زين سلوز داون. طيب الهايبر بولاريزيشن قال لك سمول برولونج داون وورد اوفر شوت زين ريستنج ممبرين ريتشد جرادوال. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا على الصوره دي، زي ما بقول يا جماعه الملف انا بحطه لكم على التليجرام بعد ما بخلص المحاضره، ممكن واحده فيكم تنزله وتوصله للجروب بتاعكم اللي انتم شغالين عليه، او كل واحده مع نفسها. المطلوب مننا الكتاب اللي معانا والداتا شو، اظن الداتا شو بتوضح الكلام اللي مكتوب، انتوا مش هتلاقوا حاجه مكتوبه في الكتاب ما اتقلتش. وضحت الصوره؟ فبالتالي الملف مهم جدا عشان تفهمي منه وعشان تعرفي الاسئله اللي بنقولها اللي مهمه. وضحت السؤال؟ لان الاسئله هي عباره عن شرح بس على هيئه اسئله. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى هتلاقي الديسندنج ليند في الاخر حصل اوفر شوت. اوفر شوت يعني ايه؟ تعدت الناقص 90 نزلت لتحت وبعدين ترجع للريستنج ستيت وصلت الصوديوم بوتاسيوم بامب. وضحت الصوره؟ دي الفيسز، هوصف الفيسز تاني. عند ليتنت بيريود من عند الستيمولس ابلكيشن تيل ستارت اوف اكشن بوتنشال، ثم دي بولاريزيشن على مرحلتين، انيشيال سلو زين رابيد. الري بولاريزيشن على مرحلتين، انيشيال رابيد زين سلو اند اوفر شوت.
ترجع للريستنج ستيت بالصوديوم بوتاسيوم ايه؟ صوديوم بوتاسيوم بام. لا لسه ما خلصناش يا شلول. الايونيك بيزس، ركزي يا بنتي ركزي، الايونيك بيزس هي اللي ايه الاسباب اللي انا كاتبها على الرسم. يعني الرسمه دي فيها حاجتين، اتفضل. الرسمه فيها حاجتين يا بنتي، الرسمه فيها وصف للاكشن بوتنشن، ركزوا يا جماعه، فيها وصف للاكشن بوتنشن والايونيك بيزس. ايونيك بيزس يعني سبب كل فيس ايه. ناخدها واحده واحده. الانيشال ديبولاريزيشن ده اللي هي السلو، والرابيد ديبولاريزيشن سبب، انا كاتب عليها حرف الايه اهو، حرف ايه هنا وحرف ايه وحرف ايه. العفو، حرف الايه ده كله سببه ايه؟ بص على حرف ايه اللي مكتوب فوق، صوديوم انتر يعني دخول الصوديوم ثرو فولتج جيتد صوديوم تشانل، يعني الصوديوم بيدخل من خلال فولتج جيتد صوديوم تشانل. يعني ايه فولتج جيتد صوديوم تشانل؟ يعني قناه في السلمندرين لها بوابات بتعدي الصوديوم، بس البوابات دي بتفتح بواسطه ايه؟ تغير في ايونات. مش احنا عندنا الباب بتاع القاعه ده يا جماعه بيفتح عن طريق ايه؟ ان انا ازقه وافتح، صح ولا لا؟ ميكانيكال. في باب تاني بيفتح بالايه؟ بالكارت مثلا ممغنط يتحط فيفتح. في واحد تاني اتكت على زرار كهرباء يفتح، صح ولا لا؟ يبقى تابعا لطريقه فتح الباب او التشانل دي بسميها، دي اسمها فولتج جيتد صوديوم تشانل، يعني تشانل بتعدي الصوديوم من خلال تغير في ايونات. اسمها ايه؟ فولتج جيتد، لان التسليم سؤال ام اس كيو. يقول لك الديبولاريزيشن فيس اوف اكشن بوتنشال از ديو تو اوبننج اوف ليكج صوديوم تشانل. غلط، ليكج يعني نون جيتد. الليكج دي بتشتغل في الريستنج ستيت بس، لكن الجيتد بتشتغل مع الاكشن بوتنشال. وضحت؟ ممكن يقول لك مثلا سؤال ثاني ترو اور فولس، يقول لك بيحصل صوديوم انفلكس او انتري من خلال ليجند جيتد صوديوم تشانل. ليجند يعني ايه؟ يعني ماده كيميائيه تمسك في التشانل. لا، ده فولتج جيت. وضحت يا جماعه؟ كلام كويس. طب الديسندنج لين اللي هو رقم بي ده كله لحد هنا كده سببه ايه؟ السبب انا كاتبه لك اهو. اول حاجه ان اكتيفيشن اوف صوديوم تشانل، يعني قفلنا الصوديوم تشانل ما عادش بيتعدي صوديوم. ثاني حاجه بوتاسيوم اوت فلو او افلكس او اوت فلكس، البوتاسيوم بيخرج من خلال فولتج جيتد بوتاسيوم تشانل. يبقى الديسندنج لين لحد هنا كده سببه الاوبننج اوف فولتج جيتد بوتاسيوم تشانل. طيب الجزء الاخير ده هو اللي هو الهايبر بولاريزيشن، اللي هو الجزء اللي نزل زياده عن اللزوم اللي هو الاوفر شوت ده، سببه ايه؟ اللي هي رقم سي اللي هو الجزء ده اهو، سلو كلوجر اوف بوتاسيوم تشانل. البوتاسيوم تشانل بطيئه في انها تقفل، فهيدن الصد البوتاسيوم يخرج، فالبوزيتيفيتي بره بتبقى زايده زياده عن اللزوم فتعمل هايبر بولاريزيشن. وضحت؟ طيب بقى في هايبر بولاريزيشن اهي، مين اللي هيرجعها للريستنج ستيت؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب، يقوم مخرج صوديوم ومدخل بوتاسيوم. هقول الايونيك بيزس تاني، ركزوا لان انا عايز افهم. الاسندنج ليمب سببه صوديوم انفلكس او انتري من خلال الفولتج جيتد صوديوم تشانل. الديسندنج ليمب ده فيه ثلاث اجزاء، رابيد ريبولاريزيشن اللي على حرف البي دي كله، وفي هايبر بولاريزيشن او الاوفر شوت اللي على حرف السي، والجزء اللي هو ريتيرنينج تو ريستنج ستيت اللي هو حرف الدي. الرابيد ريبولاريزيشن سببه ايه؟ ان احنا قفلنا الصوديوم تشانل وفتحنا البوتاسيوم فولتج جيتد بوتاسيوم تشانل. طب السي سبب الهايبر بولاريزيشن او الاوفر شوت ايه؟ سلو كلوجر اوف بوتاسيوم تشانل، البوتاسيوم تشانل بتقفل ببطء، فتلاقي البوتاسيوم لسه قاعد يخرج، فده اللي مخليها انها هايبر بولارايز. طب مين اللي يرجعها للريستنج ستيت؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب، بيخرج صوديوم ويدخل بوتاسيوم فيرجعها للريستنج ستيت. من اهم الحاجات اللي قلناها النهارده الريستنج ميمبرين بوتنشال، مهم جدا جدا جدا، سواء ديفينيشن
او نورمال فاليوز او ايونيك بيزس، الاكشن بوتنشال فيتال مهم جدا يتعرف ديفينيشن بتاعه، يتعرف الايه الفيسز بتاعته واوصفها ازاي، والايونيك بيزس والرسمه دي مهمه جدا 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 يا جماعه.